قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب البلجيكي فيتال إلغاء تجمع منتخب النشامة والمنتخب الرديف، والذي كان من المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل. وقال الاتحاد إن القرار جاء حرصا على السلامة العامة لأركان اللعبة، مع تسجيل العديد من الإصابات بين لاعبي دوري المحترفين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة. بدوره أكد فيتال أن أولوية السلامة العامة للاتحاد والمنتخبات الوطنية تفرض إلغاء المعسكر ضمن الظروف الحالية، مع إعادة جدولة مرحلة الإعداد لاستكمال التصفيات المشتركة بعد الدراسة والتقييم المستمر لمختلف المستجدات. رد نادي بيرسبوليس الإيراني على الشكوى التي قدمها نادي النصر السعودي بعدما قام بإرسال ملف متكامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الأسيوي. ونشر بيرسبوليس بيانا أكد فيه تقديم ملف متكامل بشأن الدعوة التي وجهها نادي النصر، حيث تم التعاون مع الاتحاد الإيراني ولجنة القوانين الدولية في النادي في الرد على الشكوى. وكان النصر قد تقدم بشكوى تضمنت الاحتجاج بعدم قانونية تسجيل ومشاركة عدد من لاعبي النادي الإيراني، كما تضمنت الشكوى وجود قضية على الفريق الإيراني من قبل مدرب الفريق السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وهو الأمر الذي يمنع حصول النادي على الرخصة الأسيوية. تفتتح فجر غد منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره الإكوادوري في اللقاء الذي سيقام على ملعب لابونبونيرا. ويدخل منتخب الأرجنتين اللقاء وعينه على تحقيق انتصاره الأول في التصفيات، معولا في ذلك على نجمه الأبرز ليونيل ميسي، حيث يسعى منتخب التانغو لعدم تكرار مأساة التصفيات السابقة حين تأهل بصعوبة بالغة. على الجهة المقابلة يأمل منتخب الإكوادور تحقيق نتيجة إيجابية في ظل سعي الفريق للمشاركة بكأس العالم بعدما فشل في الوصول لكأس العالم في نسخته السابقة. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو لا يفكر في الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته. وأعلنت حملة سحب الثقة من بارتوميو يوم أمس عن اكتمال الأصوات الصحيحة لإقامة استفتاء حول مصير رئيس برشلونة، حيث وصلت الأصوات المطالبة بسحب الثقة من إدارة برشلونة إلى أكثر من 16,500 توقيع. وأشارت التقارير إلى أنه، وعلى الرغم من أن الخطوة التالية هي الدعوة للتصويت، إلا أن بارتوميو ما زال يصر على الاستمرار كرئيس لبرشلونة.